نور من جديد مشاهدينا. صباح النور من جديد. صباح النور راوية. كنت عم تقولي انه فكرة التوأم هيك تستهويكي. حلمي يعني انه لما بدي انجب اذا الله انعمني بهذه النعمة انه يكون توأم. صبيين بنتين او صبي وبنت. صبي. شو حلو. اذا مشاهدينا هذا هو موضوعنا، التشابه في الشكل عند الاشقاء التوأم الذي يكون أحيانا دقيق إلى درجة أنك قد لا تميز بينهم للوهلة الأولى، وأحيانا ينسحب التشابه إلى شخصياتهم. صحيح راوية، لكن الفرادة مهمة، وأنا شخصيا أؤمن بفرادة كل شخص مع هذه الميزة الموجودة لدى التوائم، فلا يجوز طبعا لنا أن نختصرهما بشخص واحد أو نبالغ بالمقارنة بينهما. صحيح، لكنها ليست بالمهمة السهلة دائما. لماذا؟ نتابع في هذا التقرير. هذا انت، هذا انا مذكر هالكنز كثير. ضحني هذا، هذا انت، هذا انا. هاي انا، هاي انت. انا بعرف انه هاي انا لانه هاي لالي. انا بقول انه اطول يمكن بسنتي. انا هوايتي السفر والسباحه، بحب السباحه. انا هوايتي لا السباحه والسفر. انا اطول وانا وجهي اكثر مثل اوفال، وهي من هون مش مثلي من هون الحاجب. انا اسمي محمد، عمري 39 سنه. انا اسمي احمد وعمري 39 سنه. أنا ريا وعمري 9 سنين. أنا ميرا وعمري 9 سنين. كنا نحب نكون مع بعض، كنا نلفت انتباه العالم، يعني كنا ننبسط فيها الخبرية. بالمدرسة ما منلعب مع بعض وعنا غير رفقات. كنا ماشيين مع بعض لخلصنا جامعة، حتى خدمنا جيش سوا، ضيعنا الجيش اللبناني كله. ما قلنا حق نكون مع بعض بنفس الصف. يا ريت. نفس السيارة، مرسيدس ولون أسود، بس غير نمرة سيارة. أكلي اللي بحب أكتر شيء الباستا كوسا. إذا أنا ما قدر نروح على عزة أو محمد، مرة رحت أو هو راح ناسي شو صار، إنه طلع عزة رجع نزل تغير الجاكيت ورجع بعد 10 دقايق طلع عزة، فاللي هونيك العالم خلص عرفوا إنه الحمدان برادرز إجوا عزوا يعني. مرة لما كنا صغار شفنا حالنا بالمغواخ مع بعض وكلنا عم نشوف شو عنا الديفيرون. ايه حلو الشغل، اكيد نحب يكون عنا توأم، مربين نفس الشيء، من هي كل واحد بياخذ شخصيته وبياخذ طبعه. يعني كانت لحظة حياتية راوية بالنسبة لليا لما نظرت إلى نفسها في المرآة واكتشفت الديفيرانس أو الاختلاف في شخصيتها. كلنا نريد أن نكون مختلفين. صحيح. ومميزين طبعا. وفي الإطار نفسه يسرنا مشاهدينا أن نستقبل الاختصاصية في علم النفس العيادي الدكتور رودنا نجم للتحدث عن التوائم. أهلا بك معنا في فقرتنا الجديدة البيت العربي دكتور. يعني يقال اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، اليوم نحن نسأل المجربة وحكيمة في الوقت نفسه. أنت شقيقة لتوأم صح؟ نعم. أخبرينا يعني هذه الحكمة في قضية التوائم أتت من الخبرة أو من العلم؟ من اثنين سوا. من اثنين سوا طبعا أكيد. خبرينا أكثر عن هذه الحالة الفريدة أو هذه يعني الظاهرة الاجتماعية التوائم، ما ميزتها؟ علاقة مميزة كتير من الأساس بين التوأمين، مختلفة عن علاقة أي خي وأخت أو أخوة مع بعضهم، لأنه مبلشة من حتى قبل الولادة، وبالولادة ومع التربية مع النمو يعني مع بعض عم بيكون في أكتر تقارب، أكتر يعني رفقة لعب، بكل الطرق هن قراب من بعض، وكتير مرات منقربهم أكتر لما منصير نلبسهم أشياء بتشبه بعض أو لما منقيرهم أسامي كتير بتشبه بعض. أنت مع هالشي؟ أكيد لا.
ليه؟ لأنه كل حدا في عنده شخصيته وعنده كيانه المختلف عن التاني، وحلو كتير نميزهم ونعطيهم مجال هني يتميزوا ويحققوا ذاتهم مثل ما هني وشو بحبوا. وهنا المسؤولية تقع على الأهل، يعني طبعا. العلاقة بين التوأم هي علاقة جميلة بطبيعة الحال، ولكن على الأهل أن يكونوا واعين إلى طريقة التربية، إلى التفريق بين شخصيات التوأمين. بماذا تنصحين الأهل؟ ما هي الطريقة المثلى لتربية التوأم؟ أول شغلة هي عدم المقارنة أكيد، مثل ما قلت ننقي أشياء مختلفة، نسمح لهم يكونوا عم بحققوا ذاتهم بأنه ننقي لهم أشياء مختلفة حتى قبل ما هن يكونوا واعيين تينقوا لحالهم. ننقي لهم ألعاب مختلفة، عندهم خزاين مختلفة، ما يكونوا القصص مشتركة بيناتهم كتير. مثل الأخوة فيهم يتشاركوا قصص، بس مش ضروري تكون الأشياء 100% مثل بعضها ومتطابقة. يكونوا بالمدارس عندهم غير صفوف، عندهم غير رفقة، عندهم غير نشاطات بعد المدرسة، يكون حتى بعيد ميلادهم يكون في شوية اختلافات، ويتميز كل واحد عن التاني بالكيك تبعه ويكون له هالحق، ويكون حتى عندهم مثل ما بيكون للأخوة الباقيين وقت مع كل واحد من الأهل لوحده، ما يكونوا عم مترافقين كل الوقت، وين ما راحوا وين ما أجوا لازم يكونوا اثنين سوا كل الوقت. هيدا شيء كتير يعني رسم هوية خاصة لكل 100%، لأنه عادة الأولاد التوأم في واحد بيكون أكتر قائد على التاني أو حامل التاني، هو يلي بده يحميه، هو يلي بده يدافع عنه. كيف بتفسري هالموضوع؟ لأنه من الأساس ببلشوا يحسوا أنه في واحد أقوى شخصيته أو واحد بيكون إكسترافيرتي منفتح أكتر، بيحملوه مسؤولية الشخص التاني يلي بيستحي شوي، يلي ما عنده هالقوة هالثقة أو منه هالقد منفتح، بيعتبروه أقل ثقة أو بيخافوا عليه أكتر، بيصيروا يحملوا شقيق أو شقيقة الأكبر أو مش الأكبر الأقوى باعتبارهم، يحملوها مسؤولية. هل هالشي بينطبق أكثر على توأم الصبي والبنت الذي يستهوي راوية؟ لأن بالعادة الشائع أن الصبي هو قائد. مش مزبوط. في مرات بتكون البنت هي الأقوى على الصبي، وعادة يعني ممكن تختلف بحيال وقت، أنه ممكن البنت تكون أقوى أو الصبي يكون أقوى حسب التوأم وحسب كيف التعاطي ضمن العائلة اللي نمتهم على كيف يكونوا. نعم، يعني لا يخفى على أحد أن التوأم يمر بالعديد والعشرات من المواقف الطريفة وغير الطريفة بعلاقتهم مع الناس، يعني ملاحظات دائما ما يسألوا أدي بتشبهوا بعض، هل تتشاجران، هل يعني هذا الكم من التساؤلات والتعجب، كيف يجب على التوأم التعامل معه، وكيف على المجتمع أيضا أن يتعامل مع التوأم؟ بعتقد لأنه كتير من التوائم أو حتى فكرة أنه يكون في توأم شوي بتصير حشرية الآخرين، فبصير يسألوا أنه شو بتختلفوا عنا. صحيح، بس بالحقيقة نحن ما بنختلف كتوأم. مرات كتير بننبسط بالأسئلة، مرات بننزعج لأنه بتكون عم بتمس بأساس، مرات أنه بتكون كتير واضحة ومفروض تكون واضحة لكل الناس، بس بيسألوك عنا أنه ليش بدها تكون هيك، ليه بدي يكون أنا لأنه أختي توأم لازم تكون علاقتنا غير ما هي بالعادة بين حيلا أختين تانين مختلفين. فأي مرات كتير الأسئلة بتكون محرجة، بس كتير مرات بتكون كأنه حدا عم بيتحشر تعرف أكتر، وهيدا الشيء بيسرنا أنه نحن نكون مميزين شوي بعلاقتنا، مثل ما كنا توني عم بيحكي أنه منفتش عن التميز، هالتميز كمان بيخلق لنا نوع من الفرحة. حلو كتير. بس هيك سؤال سريع أخير، أنت الشقيقة التوأم لي؟ شقيقة التانية. شو اسمها؟ رواء. ومين القائدة والتابعة بينكما؟ ضروري بتكون عم ضروري نعرف. لا، هي بتعرف انه انا انت القائدة. نشكرك القائدة في علم النفس والاختصاصية في علم النفس العيادي تحديدا دكتور رودنا نجم، شكرا لك، نورتينا. شكرا لك.